منين جئنا لجلك صوت يا معزل منو يا إمامي الحسن يا إمامي الحسن جئنا لجلك ها يا معزل منو يا إمامي الحسن يا إمام جئنا لك هالليلة نهتف واحنا نرفع هالشعار يا معز المؤمنين لشيعتك رمز افتخار مهدت بالصلح ثورة والنتيجة الانتصار ثورة تسوى نخلي لجلك كل نفس عدنا مزار ونهتف ويا الزائرين يا معز المؤمنين ونهتف ويا يا معز منو ها يا إمامي الحسن يا انت يل كبدك تصوب ويلي بالسم النجع واجب لذكرك نخلد نربط الطف بالبقيع ومن هيدع حسين اخيك على عدى الخطب الفجع نبؤوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع وللحسن نادى الحسين وللحسن نادى الحسين يا معز المؤمنين وللحسن نادى الحسين يا معز يا إمامي الحسن يا إمام سيدي بكل شهقة لجلك خيمة لاحقها احتراق نظرة بس لزينة بختك قبل ركبوها النياق والحسين بحجرة راسك قبل نادي باختناق أخته هاتي لرضيعي أراه قبل الفراق ويا كل دمعة ونين يا معز المؤمنين ويا كل دمعة يا معز منو ها يا إمامي الحسن يا إمام آخر بيت من يشيلونك جنازة وتدخل الروضة بسلام هذه ما صارت لأن عشك توقف اللئام مثل أخوك حسين وطفله وبينك وبين الإمام فاكتفى القوم عن القول بتكليف السهام عن عشها الظالمين يا معز المؤمنين عن عشها يا معز منو منو يا إمامي الحسن يا إمام وسيعلم الذين ظلموا آل رسول الله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين ورحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.